اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، والشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه بخير وسلام يا رب العالمين. وقفت عرفات النهارده كل ست بيت مش فاضيه، ما عندهاش وقت للامانه، وفي بكره فته وفي لحمه وفي زحمه وفي عيديات وفي ناس تعيد على بعضينا وصله الرحم وجبران الخاطر. دور الشيف المغازي النهارده يعمل شويه حلويات وتعملهم من النهارده، يفضل يعني يبقوا عندك موجودين الصبح. احسن ما تقولي لجوزك هات دسته جاتوه او هات تورتايه، هات لنا شويه حلويات. ايه المشكله لما تعملي صنف من اللي انا هعمله؟ مش مطلوب منك تعملي الاربعه دول مثلا يعني. عندي النهارده بسكويت بالبرتقال، عصير برتقال، بشرة برتقال، شوية زبدة، التركية بتاعت المغازل اللي تخلي البسكويت مقرمش ولطيف وزي الفل. معانا القرص الطرية اللي بتتعمل بالتمر أو بالعجوة، لطيفة وجميلة، وإحنا عندنا التمر والعجوة بتاع الواحات وسينا عند البقال عند الفكهاني موجود. هتجيبي دقيق وزبدة وسمنة بلدي وتعملي شوية قرص حلوين. معانا كمان مهلبية بالشوكولاتة، انا بعشقها مهلبيه بالشوكولاته دي، بقت لطيفه كده بعد الفته بكره الصبح او بعد كبده الخروف، ناكل شويه مهلبيه بالشوكولاته لطيفه وحلوه بطعم الفانيليا. وما تنسوش كمان النهارده معانا جوز الهند. جوز الهند لما بتتعمل شكلمه او بتتعمل بسكويت برضو بتبقى طعمها لطيف. انا اخترت الحلويات السهله اللي تقدر كل ست بيت في الريف المصري في الصعيد المصري في كل انحاء العالم تعملها بدون تكلفه وبسيطه وسهله. لو رحت لواحد حلواني او محل حلويات او محل اشهر محلات الحلويات مش هتلاقي الحلويات اللي انا عاملها النهارده. سهل جدا تلاقي تورتايه وتلاقيها باسماء مختلفه وتلاقي جاتوهات وتلاقي حاجات كتير قوي احسن من اللي انا هعملها، بس طعم ايدك وحلاوه ايدك يا امي وبركه ايدك ده موضوع تاني يختلف. فعايزك تعملي الحلويات بتاعه العيد الكبير غير فته العيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نعمل حلاوه جوز الهند او بسكويت جوز الهند او شكلمه جوز الهند. جوز الهند من الحاجات اللطيفة الجميلة وقيمتها الغذائية عالية كمان، مفيدة للبشرة، مفيدة للشعر، الأولاد بيحبوها، فيها موجود منها في السوبر ماركت كيس كده مليان، سعره غالي جدا. تعالي اعملها في البيت بطريقة لطيفة وهيبقى طعمها مختلف. مقاديرها على الشاشة. بسكويت جوز الهند، جوز الهند مبشورة ناعم، ما تجيبيش الخشنة. زبدة، حليب بودر تقريبا معلقتين، سكر بودر 1 كوب، وشوية فانيليا واتنين بيضة. هناخد بياض البيض بس في المكونات دي، بياض البيض بس في المكونات دي عشان ما يأثرش على بياض جوز الهند. الله عليك يا عم الشيخ، حلوة. بياض البيض فقط. المقادير على الشاشة، صوريها واكتبيها ورايا. ده برضو نوع بسكويت مختلف بسيط وسهل تقدر تعمليه في البيت في اليوم اللطيف اليوم الجميل. افضل ايام الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها وقفت عرفات. تعالي النهارده اعمليها واستقبلي بيها ضيوفك بكره، واستقبلي اطفالك الحلوين جايين نعيد. ممكن دي احسن من المصروف على فكره. اول حاجه بناخد بياض البيض، دي مقطعات حاجه كده، خد بالك نقطعها نعمل منها جوز الهند، نعمل منها كل حاجه احنا حابين. حلوة. هناخد بياض البيض بشياكة كده، تمام. بياض بيضة دي كمان. ليه بياض البيض يا عم الشيف؟ علشان جوز الهند ما تفكش منك. حلو، نخلي دي هنا كده. حطينا على بياض البيض شوية سكر، مكعبين من الزبدة. حلو، شوية سكر بودر، حليب بودر، وجوز الهند بتاعتنا، ونعجن العجينة دي مع بعض واحدة واحدة. الحلو السهلة اهو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ بياض البيض، حطيت عليه سكر بودر، حليب بودر، زبدة، وقلب كده العجينة. شفت الجو ده كده؟ على فكرة الحلويات دي ممكن تتاكل زي ما هي كده بدون إضافة بياض البيض، بتاخد زبدة وسكر وتتقلب بالشكل ده كده، وممكن ندخلها النار.
ولكن بتحتاج لشويه تقليب. آه. دي جوز الهند. بتجهزي صاج، درجه حراره الفرن 180. اهو. حطي عليها شويه حليب. شوفي بقى التركايه اللي جايه دي، التركايه اللي جايه دي هتدعي لي. اه ده شويه حليب. حلو؟ بنحط مع الحليب ده يا عم الشيف معلقتين نشا. ونقلب الخلطه دي كلها مع بعض. اه. ونعملها دوائر دلوقتي وندخلها في الفرن. زي الكوكيكز كده لما بنعمله. بسكويت الكوكيكز اللي بيتعمل بالشوكولاته او بيتعمل بالمكسرات. اه. الله. شفت العجينه؟ اه. اوريها لك هنا بتفاصيلها. اه. سر معلقه النشا، شويه الحليب اللي انا حطيتهم في الاخر. شويه النشا، شويه الحليب اللي حطيتهم في الاخر. بقى عندك بسكويته لطيفه اهيت زي الفل. نجيب صاج زي ده كده. الله. وزي ما هو كده ونشتغل مع بعض كده اهو. حلو اهو. في الاخر بنضغط عليها بايدينا زي الغريبه. وسع ما بينهم كده. اهو عينيا. حلوه الدنيا كده اهو فلنا. حاجات انا بوصل لك حاجات بسيطه وسهله مش مكلفه. كلنا طبعا ايه ضيعنا الفلوس في شراء الضحيه، اللحمه، الحاجات دي كلها، ملابس العيد، فالشيف كمان هيخلينا نعمل حلويات. اه خليك تعملي حلويات بثلاثه تعريفة مش مكلفه والله. شويه جوز الهند اعتقد ان هم باقيين عندك من رمضان. دوري في الادراك بتاعه الثلاجه هتلاقيها نسياها. بننزل نشتري ونتسوق واحنا صايمين ولا احنا جعانين، فبنجيب كل حاجه من بره ونيجي نركن في الادراك ونركن في الثلاجه، نيجي نشتغل ما نشتغلش. ده بيحصل في بيوتنا وفي كل البيوت، انا مش بهزر. اه والله. انا عايزك تجيب الحاجه، تجيبيها الحاجه اللي هتستخدميها فقط، وبكره تشتري، ايه المشكله؟ تعملي شوبنج تاني وتنزل السوق تشتري اللي انت عايزاه. ما خسرناش حاجه يا ست الكل. ما بنزلش اصرف لي كل المصروف في نازله وخلص الكلام. طب يمكن في الشهر ده اضيع عزومات. حلو. حلوين دولت زي الفل. هنيجي هنا بالراحه خالص بايدينا كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. بدخلها الفرن تستوي. ممكن تحط حباية لوز، كريزة حمراء حلوة، حباية بندق، حباية فستق. يعني هي تبقى المبططة بتبقى مقرمشة، لو تبقى مدورة زي ما الناس كنا شايفينها من شوية هيبقى قلبها من جوه طري، أنا عايزها تبقى مقرمشة. نحس بطعم جوز الهند، وأنا حطيت لها نشا مع حليب عشان تبقى مقرمشة. الله على تفاصيلك يا شفيق. حلو. تعالوا ندخلها مع بعض الفرن. مكانها فين؟ هو ده الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ زي ما هي كده. الف انا وشفا. انا بس والله هدفي النهارده بنهزر مع بعض، حاجه كده وانا واقف، انا مش بشتغل، مفيش ريحه توم ولا ريحه بصل ولا فراخ ولا لحم ولا اي حاجه. اهو. ادي حلاوه جوز الهند في قلب الفرن، اقفل الفرن يا عم الشيخ. بياض البيض. مع النشا اللي حطيته مع شويه الحليب هيخلوا لك البسكوته دي فيها طعم القرشه وانت بتاكليها. ده التركايه بتاعتي. بيقول لي الشكلمه كانت هتروح. المال الحلال ربك بيبارك فيه. بيقول لي الحلو اللي في الفرن يا شيف. شفت المخرج لما يكون مخرج شاطر وعارف الراجل اللي معاه. بص الحلاوه، بص الحلاوه، بص بص على بالله عليك دلعها، بالله عليك شوف جيب الحلاوه دي، جيب ايه ده؟ شفت الشكلمه؟ اهي اهي هو ده هو ده. نغرفها في الطبق. الله الله الله. اه لطيفه لطيفه، حاجه سهله وبسيطه. اهدي اهدي هو ده. بسم الله يا حلاوه. انا احبها سخنه برضو دي، بس دي لما تبرد احلى يعني. بس جربي كده كلها سخنه. هو ده.
هي بتتشال من الصينية لوحديها. لأن المقادير فيها زبدة، فالزبدة لما دخلت الفرن مع المقادير ساحت، فما بتخليهاش تلزق فين؟ في الصينية. وتخلي فيه بينهم مسافات. حاضر يا غالي، عينيا. قدم الطبق. انت قصدك اجيبه عندك ولا اجيبه اقدمه كده هنا؟ قول لي عايز ايه؟ عايز تشوفها من تحت؟ حاضر يا فندم. بص والله العظيم انت كانك انت عامل زي ايه المشاكس بتاعي. عايز اشوف البسكويته من ارضيه. ايه يا فندم، ايه اعمل لك واقلب التاني. حاضر يا فندم. ايه يا فندم، ايه يا فندم. واحنا بنهزر يا خبره السنين دي يا وانطه. انت بس مستسهل الموضوع لانك انت في غمضه عين بتلاقي الحاجه طلعت، فاكر ان انا بطلعها من تحت. خليك مع اللي فوق، ربنا يكرمك. دي الشكلمه هي عايزه كريزه حمراء بس، بس انا مش عايز الكريزه الحمراء عشان ما تبقاش زي بتاعت بره، انا عايزها مختلفه. الف انا وشيف. والله تعمل ايه برضو، ده يوم الوقفه لطيف وجميل، ما كلفش ثلاثه تعريفه. بهدير الريف المصري والصعيد المصري، الناس الطيبة. الريف المصري والصعيد المصري بعيد عليكم من مزبيرو، كل عام وحضراتكم بخير. وأنا عارف الخير كله في الريف المصري والصعيد المصري، يعني الدبيح وهدية اللحمة